مشاركه الزوج للزوجه في اعمالها المنزليه دي من السنه ومن الدين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجاته. شيء طبيعي لازم اساعدها، احنا وصلنا لسن كبرنا، والحبيب المصطفى كان بيساعد ازواجه، فاحنا بنساعدهم بناء على التعليمات الحبيب المصطفى. مفيش مشكله يعني لو هما الاثنين مع بعض في مكان واحد في شقه وهي مريضه مثلا محتاجه حد يساعدها، ايه المشكله ان انا ساعتها في اعمال المنزل؟ لو لقيتها مثلا مشغوله مش قادره تسخن اكل بسخنه انا، مثلا بتطبخ والاطفال تعبينها اشيل الاطفال. لا انا مثلا بقوم باي حاجه في البيت، دي انسانيا مني وفي نفس الوقت تقديرا لمراتي بس مش اكتر. ويعني لو انا ما مش هعمل كده مين هيعمل كده؟ اجيب حد غريب مثلا من بره؟ انا بساعدها في الاعمال المنزليه فعلا عشان دي الحياه كلها تعاون بين الزوجين يعني، ويعني كرامة زوجتك من كرامتك، ده شيء مش عيب ولا شيء فيه الا منك برجوليتك ولا حاجه يعني. يعني اذا احتاج اني انظف الارض بنظف الارض كمان يعني مش عيب. بنشر الغسيل ايه يعني مش عيب؟ طلع على مغزى الغسيل من الغساله عيب؟ مش عيب طبعا. الست ليها شغلها ولها بيتها. انا ليا شغلي ان انا اهتم بيه وملزم بشغلي ان انا انفذه، شغلي انا اللي هو الخاص بيا انا، وهي ملزمه بالشغل بيت بتاعها.